السيسي يعود للقاهرة بعد ختام زيارته لبرلين للمشاركة بقمة مجموعة العشرين وأفريقيا. مجلس الأمن باستثناء واشنطن يرفض شرعنة الاستيطان الإسرائيلي. بيني غانس يفشل في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وانتخابات عامة ثالثة تلوح في الأفق. السادسة صباحا الرابع بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة بعد ختام زيارته إلى برلين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا. وشهدت زيارة الرئيس السيسي أيضا لقاءات مع الجانب الألماني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقبيل مغادرته العاصمة برلين، التقى الرئيس السيسي برؤساء كبرى الشركات والاتحادات الصناعية الألمانية. وأكد الرئيس خلال اللقاء حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة. أعلنت 14 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن الدولي 15 خلال جلسة حول الأوضاع بالشرق الأوسط عدم شرعية استيطان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. جاء إعلان أعضاء المجلس باستثناء الولايات المتحدة ردا على اعتبار واشنطن أن المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي. أبلغ زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانس الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين بفشله في تشكيل الحكومة، وبفشل غانس فإن الكنيسة الإسرائيلي لديه فرصة لاختيار عضو منه قادر على تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل. ورجحت وسائل أعلام إسرائيلية عودة الناخبين الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع شهر مارس المقبل. أعلنت شركة تذكرتي أنه لن يسمح بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما غدا الجمعة على استاد القاهرة بين منتخبي مصر وكوت ديفوار. وتهيب الشركة المواطنين بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصر. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة.